اعرف دينك. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد غل المحجرين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه حبيب رب العالمين. ليه صديق اسمه الشيخ إبراهيم لقيته بيتصل بيا وبيقول لي على قصة غريبة جدا حصلت معاه في المسجد. بيقول لي في راجل قال لي بنته: يا بنتي اسمعيني وانا بأذن، انا هأذن دلوقتي في صلاة العصر. الغريب اصلا ان الراجل ده ما بيأذنش، مش هو مؤذن المسجد اصلا. الاعجب ان المؤذن غاب فعلا عن المسجد، ونزل الراجل ده صاحب قصتنا وهو اللي أذن بالفعل. الأعجب إن في اليوم ده كمان غاب الإمام، فتقدم هذا الرجل ليصلي إماما بالناس. بيقول لي إبراهيم أول مرة يأذن، أول مرة يقيم الصلاة، وأول مرة هيصلي إمام بالناس. لكن العجيب واللي احنا عرفناه بعد كده لما قال لي بنته: أنا اللي هأذن في صلاة العصر واسمعيني. أيوة ما تستعجبش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس لو أقسم على الله لأبره. شيء طبيعي جدا 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 إن ده يحصل، هي قلوب. بيقول لي بدأ بالفعل الصلاة، صلى ركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ركع فقام من الركوع، وفجأة خر ميتا وهو بيصلي وهو بيصلي. كلنا كنا متعجبين. ودخل واحد تاني أتمم الصلاة، تم الصلاة، أتم الصلاة. الغريب البنت بره كانت منهارة بتقول ده هو قال لي اسمعيني أنا هأذن. كانت لا تدري أن الله عز وجل سيرزقه حسن الخاتمة بأذان، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكمان يصلي إمام بالناس، وكمان يموت وهو بيصلي، فيبعث يوم القيامة على حاله أي كما كان يصلي. سبحان ربي، ماذا كان بينه وبين الله حتى يختم الله عز وجل له بهذه بخاتمة السعادة. يختم له بأذان ثم بصلاة وهو يصلي. الله، إيه الجمال ده يا رب. ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الموت على صلاة، أو على كتاب الله، أو على الإنفاق في سبيله، أو على ذكره. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.